والشعر الحلال في هذه الأمسية النادرة في هذه الكوكبة من الوجوه التي قل نظيرها. يقال في الأمثال الشعبية بأن الأجر على قدر المشقة، وعندما قطعت هذا الكم الهائل من الكيلومترات وتكبدت عناء القدوم إلى أمريكا، فكرت أولاً أو انتاب لي أولاً شعور ما بالندم، هل هناك ما يستحق كل هذا الجهد؟ ولكن عندما وصلت ومنذ اللحظة الأولى أدركت أنني أمام تجربة نادرة ومغامرة نادرة، وأن أسلاف الذين وفدوا إلى هذا البلد منذ أكثر من 200 عام وحتى اليوم لم يفعلوا ذلك بمحض الصدفة، ولكنهم سبقوني إلى واحدة من أهم المغامرات التي تستحق العناء. وأبعد من العمل السياسي والإدارات السياسية وأنظمة الحكم، أمريكا الحقيقية موجودة في هذه الوجوه. أمريكا الحقيقية هي الحلم الذي ينبغي أن ندفعه إلى حده الأقصى، كما يقول أوكتافيو باث المفكر المكسيكي: كل مغامر خلاق، كل مبدع هو كريستوفر كولومبوس، وكل حلم يطوق إلى تحقيقه هو أمريكا، سواء كان عملاً أو قصيدة أو امرأة جميلة كما هو الحال الآن. شكراً جزيلاً للجميع، شكراً للندوة جمعية الفكر الحر برمزية أستاذها الأستاذ عون جابر وسائر الأصدقاء، شكراً للمتحف الأمريكي ومديرته الدكتورة ديانا أبو علي، للأستاذ حسن جابر، وقد كنا معنا اليوم في جولة رائعة ومؤثرة، ولو كانت لي ملكة الرواية فعلاً لكنت اقتطفت من هذه الجولة أكثر من عمل روائي سردي. شكراً لسعادة القنصل سوزان ياسين كما أعتقد، لصديق السفير صديق العمر الأستاذ علي عجمي، شكراً لزينب عساف الشاعرة المتميزة حضوراً وألقاً ولغة على تقديمها الرائع، شكراً لكم جميعاً. صديقي في الخلف بومدين الساحل الذي أتى من كندا وأوهمني أنه قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلي، ثم اكتشفت بأنه لم يقطع سوى نهر بعرض 30 متراً. بومدين أحييك. وأحيي قريتي زبقين من خلال صديقي أيضاً علي بزيع الذي تربينا معاً منذ الطفولة. وكي تذهب الأمسية في التحيات وكلكم يستحق التحية، سأبدأ بقصيدة بعنوان الشاعر، وهي بمثابة تحية إلى الشعراء الموتى على وجه الخصوص. دائما يكتب ما يجهله، دائما يتبع سهما غير مرئي ونهرا لا يرى أوله، هائما في كل واد ينهر الأشباح كالماعز عن أقبية الروح، وكالساحر يلقي أينما حل عصا الشك ليمحو بعضه بعضا، مقيم أبدا في شبهة البيت ولا بيت له، كلما هم بأن يوضح يزداد غموضا، وبأن يفصح يزداد التباسا، والذي يكتبه يحجبه، هو يدري أن بعض الظن إثم ولذا يومئ للمعنى ولا يقربه. يدعي الشاعر أن الشعر ذئب، فيقول الناس إن هو إلا شاعر،
والشعر أضغاث رؤى خادعة أعذبه أكذبه. لم يصدق أحد ما زعم الشاعر، لم ينتبه الناس إلى الموت الذي ينهش في هيئة ذئب جسمه الرث لكي يستخرج المعنى الذي في قلبه. الناس نيام، فإذا الشاعر مات انتبهوا. بالمناسبة اعذروني للتأخر في انتقاء القصائد، لأنه دائما في كل مرة أختار القصائد التي يتوجب إلقاؤها على المنصة، يعني بستوحي من وجوه الحضور بشوف شو المناسب على طريقة لكل مقام مقال. قصيدة بعنوان حنين، وهي على اسم ابنتي، ولكن ليست لها المرأة القصيدة. في ذلك الركن القصي، من الكتابة، حيث أفشل في تعقب فكرة هربت من الإيقاع، يحدث فجأة أن تدخل امرأة إلى المقهى وتجلس باتجاه البحر منعكسا على المرآة. كان جمالها ينحل في الصمت المحايد بيننا كمراكب منهوبة الأحزان. لم تتجشم التحديق في أحد من الجلساء، لم تلحظ خلو يدي من الكلمات، بل فتحت كتابا كان يرقد في حقيبتها وغامت في تضاعيف الكتاب. في ذلك الركن القصي من الكتابة راح يعصف بي حنين جارف للقفز فوق وجودي الفاني، لتمكين المجاز من التطلع نحو مصدره وتنقية الجمال من التراب. متأملا في وجهها، في اللامبالاة التي تعلو التفاتته إلى الأشياء، كدت أرى مجرات الظلال لضوئه العاري، النعاس كما لو أنه متنكرا في هيئة امرأة يجرد جسمها الشفاف من جريانه تحت الثياب. لكنني متأخرا أدركت أني لم أكن أرنو إلى أحد، فالامرأة هناك سوى ما يستحيل بقوة التحديق صورة ما نحب. لذا وقد امتحنت بدون جدوى خيبة الكلمات، غادرت المكان كعادتي في مثل ذاك الوقت كي تأتي القصيدة في غيابي. من في من التجبيل بالقاعة؟ أنا عارف. طيب. سننتقل ونحن إذا بحيي أهل بنت جبيل، وبعرف أنا إنه يعني هذه الأمسية لم تكن لتكتمل من دون حضورهم الرائع والمتميز. في كل الحالات سأحيي هؤلاء جميعا، ونحن على بعد أيام من ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، بقصيدة كتبتها إثر التحرير مباشرة عن صديق جميل ومتميز يذكره البعض منكم، اسمه عبد الأمير عبد الله. هذا الساحر الظريف صاحب النكتة اللماحة والدعابة الرائعة ومحب الحياة، حين سمع أن الجنوب تحرر وبدأت الأهازيج تتناهى إلى سمعه وهو تحت التراب في روضة الشهيدين، قرر أن يعود ليدفن ثانية في بنت جبيل، ومشى مع الموكب الزاحف نحو الجنوب. عبد الأمير عبد الله يعود
إلى بنت جبيل أمورة 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 بالضبط. لم يشتبه دمهم علي ولا صدى خطواتهم في ليل مثواي الأخير. ما كان لي وأنا نزيل القبر غير حطام أيام مجففة على العشب الضرير وفتات قهقهة تخثر دمعها مثل الخضاب على أكف الموت. لكني سمعت الصوت يخفق مثل نسر في الفراغ المحض. يا عبد الأمير ما كنت حيا كي أصدق أنني حي ولا أهداب للموتى لأحلم أو فضاء لكي أطير. لكن صوتا من وراء السور راح يشرع الأبواب بين الضفتين ويختفي للتو حيث تنشقت عيناي من خلل الدخان شميم أيديهم وفوح شقائق النعمان في قمصان نومهم الجريح على الحصى المغدور. يا عبد الأمير وسمعت زغردة من الأعلى كما لو أنها ضحكات نسوتهم ترن على امتداد الأرض أو صوت ارتطام جرارهن بنجمة في عين عيناتا. فقلت لعلني أهذي بما يهذي به الأحياء في الحمى ولكني سمعت